وحشينا وعلى أخونا قتل أبينا وعلى ياسين عدم أهلينا وعلى الشينا وحشينا وعلى ياسين قتل أهلينا الاسم ديالي سعيد الشبلي اخ ياسين الشبلي ضحيه القتل تحت التعذيب في المنطقه الامنيه للامن الوطني بام جرير. حنا جينا دابا للنيابه العامه على اساس بغينا نعرف القضيه ديال الاخ ديالي فين وصلات. قلنا شويه من الحادثه هذه كيفاش الحادثه؟ الاخ ديالي تعتقل مع 7:30 ديال الليل، خرجوه مع الوحده ديال النهار على حساب الهضره ديالهم هما تيقول لك السكر. قضيه جزريه. الاخ ديالي خرج مع الوحده ديال النهار، خرج من الكوميساريه ميت، خرج ميت، داروه في لامور ما علمونا لا اثناء الاعتقال ديالو لا اثناء الموت ديالو. منين جينا نشوفوا الاخ ديالي المدير المستشفى سمح لينا باش ندخلوا نشوفوا الاخ ديالنا، ما خلوناش الشرطه نشوفوا الاخ، لقينا الامن كثير تما في السبيطار تمايا. الزهر عندنا دفعنا الباب تحل تندخلوا تلقاو الحال الاخ ديالي في واحد الحاله يرتي عليها، كله مضروب ومكونجلي، ايدي مينوطي باينين بانه مينوط ميت مينوط، والفيديو راه تيبين كل شيء، راه نشرناه في مواقع التواصل. ما خلاوش بلاصه في الجسم ديالهم ما مضروباش، والاخ ديالي على حسب الاقوال ديال الطبيبه بانه ميت بالسويع، ولا حسب الاقوال ديال الدراري اللي كانوا معاه في الجيور معتقلين، قال لك الحس ديالو تقطع مع 3 ديال الليل. وحنا دابا بغينا غير الحق ديال خونا، جايين تنطالبوا بحق خونا، بغينا دوك الناس اللي داروا الذنب يستاهل العقوبه. لحد الان باقي ما تنشوفوا لا اعتقالات لا حتى حاجه، هذيك المنطقه الامنيه باقي خدامين، الناس اللي تعدوا على خويا واللي قتلوا خويا باقيين خدامين، اي حتى حاجه ما وقعاش. جات الفرقه الوطنيه، دابا جات الفرقه الوطنيه لبن قرير جلست في 14 يوم دارت البحث ديالها، سالت الفرقه الوطنيه دابا ب 40 يوم البحث ديالها، عطات 40 يوم هذه باش عطات النسخه ديالو للوكيل العام، 40 يوم هذه الوكيل العام باقي ما عطاش شي اوامر ولا شي بحث ولا شي حاجه، كما كملت الفرقه الوطنيه باقي هذاك الشيء محبوس دابا. هذا الشيء اللي ماشي تنوجه اتهام، خويا قتلوه البوليس، هذه ماشي اتهام، هذا الحقيقه، ماشي تنتهمهم، هذه حقيقه معروفه، خويا قاتلينه البوليس تحت التعذيب السادي، بقاو تيضربوا فيه تمات، باقوال ديال الناس اللي تما في الجيور، بهذاك الشيء اللي شفنا في عينينا بعينينا. وزيدون المشكله الكبيره بانه مات ومات مينوطي، مات بالمينوط، والمشكله اللي الكبيره كاع بان منين جاوا العناصر الكبار لقاو الاخ ديالي ميت فاش يعلمونا ولا شي حاجه ويجيو، جاوا بيضا مصوص الجريمه ولات فيها دابا اللي قاتلين واللي مسترين. القضيه بيض ما عرفت فين واصله دابا هي، علاش واحلين فيها؟ الملف كبير بزاف، الملف راه كبير، ومشينا عند الوكيل العام 7 مرات الاولاني 3 مرات وهذا تيبان لنا بان الملف راه كبير على الوكيل العام اللي في مراكش. جينا هنا عند الرئاسه النيابه العامه، جينا هنايا ما استقبلناش الرئيس، استقبلنا واحد اخر حتى هو نفس الهضره ديال الوكيل العام ديال مراكش اللي قلنا احنا ما غاديش نبقاو نجيو عندو، غنجيو الرباط غنسمو شي حاجه جديده، حتى هو قال لك عن قريب جدا. واحد الكلمه اللي بقى فينا حنايا ان ديك البلاصه تنقولوا بامنا، خونا في مأمن عند الأمن الوطني، صدق مقتول تما، هذا هو هذه الشمته اللي بقات فينا. وبغينا واحد القضيه تنبغي العموم، بغيت آخر واحد يكون يتقتل على أيد الأمن الوطني هو يكون خويا، بغينا حسنة لله، ما طالبين والو، حنا بغينا غير الحقيقة تبان، وبغينا المواطن يدخل تما يتعامل كمواطن. أنا معاذ مباركة أمة ياسين الشبلي اللي قتلوه البوليس، كنقصد إرهابيين ماشي بوليس، حاشا واش يكونوا بوليس.
اللي جردوا من الملابس ديالو وهرسوا ليه الراس وهرسوا ليه النيف والكتاف وجدارة الودان وحجرو. واش هادو بوليس؟ هادو ولي الامن. ولدي ما خرج من نهار الاربعاء مع 6 ونص دار كسكرو وتخرج، جلس في الجرده 7 ونص داوه، ما كان طر 4 الصباح تقتلوه وخفاوه، ماشي تا بلغونا حنا كنمشيو نجيو، يقول لي ما غاديش يتقدم اليوم الخميس حتى الغد الجمعه. ولدي انا راه ميت وكيقلبوا الدور السبيطار رامينو في مانطا ملويه، تيقولوا شكون هذا؟ والو وعلحقوا علينا ودي الله معانا. قال لي واش داير؟ ما نمشيش معاكم. اش كندير؟ لقيتو عندي شي حاجه؟ ما بغاش يمشي، ما رضاش هو يتعنف ولا يتعامل بالالفاظ الخايبه. نوضه ود الفعل التركه قلعوا لي زيت من ودني، قلعوا لي التليفون، تيسبوا هذا الشيء. علاش؟ ملي داو حتى لداخل تحاموا عليه داك بيرمانس كله ديال الاربعه بالصباح، ملي صبح ميت سيقوا الدم والواو في منطق وخلاو عريان كي ولدتو الوحده ونص ديال النهار، وانا 9 ونص وانا عندهم نقلب فين ولدي، بغيت نشوف ولدي فين ولدي. هو ميت ليله الاربعاء ويقولوا لي ولدك ما غادي يتقدم حتى الغد الجمعه. اذا كانوا بايخفيو واحد تيسوق لابيلانس تما معروف، تمسح لي الدم من ودني ومن منخره والناب طايح، وتيقول لهم ما في تخب شاهد. الناس ما بغاش يدفنوا ولدهم، راه الصور راه الفيديوهات، هذا مجرم حتى هو معاهم بحالو بحالهم بحالو بحالهم، حتى هو مجرم. الله ياخذ فيهم الحق. الرساله ديالي باغي حق ولدي، بغيتهم حتى هما ياخذوا العقاب ديالهم كي داروا لولدي دار لهم. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.